بدون لف ودوران عارف انت بتحبها او لا. حتى لو كنت بحبها شو رح يصير؟ رح تروح وتقلها والمخلوقة بتحبك كمان. كيف يعني؟ انت ممنونة من هذا الوضع؟ صباح الخير يا حلوة. لازم تختاري، يا اما بتصيري محسوبة علينا يا عدوتنا. بدي اعرف شي بالاول، حضرتك مين اصلا؟ امرأة. صراحة في شي كمان الواضح انه رح نكون اصدقاء. يوميا 7:15 المساء على MTV.